وتعالوا دلوقتي نروح على طول على فرع النادي الاهلي بالجزيره، موجوده هناك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تقول لنا ايه المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بكرة القدم. النهاردة الفريق الأول لكرة القدم هيكون عنده مباراة أمام فريق الإسماعيلي، مباراة هتكون الساعة 9 مساء على استاد الجيش ببرج العرب. يعني طبعا الفريق كان اختتم استعداداته لمباراة اليوم أمس، خاض مران هنا على ملعب مختار التتش. بشكل عام مران كان مبني على تدريبات فنية وخططية وأيضا فقرة بدنية، وبعد كده غادر للأسكندرية للدخول بقى في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة. يعني طبعا كانوا استأنفوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد يوم 16/8، مستمرين في التدريبات بيتمرنوا بشكل يومي، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق موسم استثنائي والتتويج بجميع البطولات. يعني كمان كان تم الإعلان أمس عن قائمة منتخب مصر لكرة السلة، واللي الحقيقة ظهر فيها سداسي النادي الأهلي، يعني اللاعب إيهاب أمين، عمرو الجندي، سيف سمير، عمر طارق، عمرو زهران وعمر عزب. ده طبعا عشان بقى يلعبوا تصفيات كأس العالم 2023، ومجموعة منتخب مصر هتواجه الكاميرون، جنوب السودان وتونس. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يحققوا نتائج إيجابية. خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة، وأيضا رجال كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد، بيتدربوا الحقيقة بشكل قوي جدا الفترة دي، عندهم أيضا هدف واحد هو التتويج بجميع البطولات، مركزين طبعا بشكل كبير جدا، بيتمرنوا بشكل يومي. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. من جانب آخر بقى شباب كرة الطايرة منتخبنا الوطني عاملين بطولة كبيرة جدا في كأس الأمم الإفريقية، يعني تأهلوا للمباراة النهائية بعد تخطيهم أمس لمنتخب نيجيريا بنتيجة 3-1. طبعا بيضم قائمة منتخب مصر رباعي النادي الأهلي زياد أسامة، حمزة حمدي الصافي، محمد ياسر وعبد الله سرور. يعني خليني أقول لك هنا هواندو يا كريم ولكل مشاهدي قناة الأهلي، الحقيقة لاعبنا زياد أسامة عامل بطولة كبيرة جدا، يعني في آخر مباراتين قدر يحقق مان أوف ذا ماتش، متألق بشكل كبير جدا. طبعا بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله كمان يقود المنتخب للفوز في المباراة النهائية ويتوجوا بالبطولة. أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد طبعا في معسكر مغلق في أسبانيا، يعني غادروا لأسبانيا من يوم 16 وهيستمروا حتى يوم 23 أغسطس، خاضوا طبعا مباراتين وديتين، بعد كده هيتجهوا للبوسنة للعب بقى البطولة الودية، هيلعبوا 4 مباريات. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، كل ده استعدادا للموسم الجديد، ويمكن ده الحقيقة استعداد جيد جدا بقى عشان هيحتكوا بمدارس مختلفة للعبة كرة اليد إن شاء الله يحققوا موسم استثنائي. قبل بقى ما اختم كلامنا عن اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، طبعا بتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمد لاشين لاعب الفريق الاول لكره اليد، طبعا بعد اصابته بقطع في رباط الصليب. يعني بنقول له طبعا الف سلام عليك، جماهير النادي الاهلي كلها في ظهرك، ان شاء الله هترجع مره ثانيه بقوه وبكل قوه وترجع تنور ملاعب كره اليد مره اخرى. يعني دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. جميل، كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على التغطية دي.